كاترين مايتري سيترمان، أهلا بكم في موسم جديد من ريل إيكونومي. هذا الأسبوع سنتحدث عن الديون. في اليونان التركيز هذا الصيف كان على ديونها، الآن السؤال هو متى تصبح الديون الحكومية غير محتملة؟ سنتوجه إلى البرتغال لنشاهد كيف تتعامل الدولة مع المستويات العالية للديون، وسنتوجه أيضاً إلى البلد الصغير لاتفيا الذي تمكن من تغيير الأمور، وسنلتقي بسوني كابور مسؤول منظمة Think Tank Redefine للحديث عن المناقشات بخصوص مفهوم الدين. الحكومات بحاجة للاقتراض لسد النقص في دخلها من الضرائب ومن أجل العمل. كريستوف حين يقترض الأموال تقييم القرض سيكون وفقا لعمله وكيفية إنفاق المال لزيادة الإيرادات. بالمقابل لا يمكن تقدير قيمة الدولة ونفقاتها لأن الاستثمارات لا تمثل دائما عائدات اقتصادية، فكيف يمكن معرفة ما إذا كانت هذه الديون العامة محتملة أم لا؟ الجواب في هذه الدورة المكثفة. Or not. Let's find out. تمويل الحكومة يكون من خلال شراء المستثمرين المحليين والأجانب للسندات. إنهم يشترون وعد الحكومة بالحصول على قيمة أكبر بعد بضع سنوات. لنفترض أن ديون هذه الحكومة تعادل 20% من الناتج المحلي الإجمالي للبلد. اندفعت هذا العام كل الفوائد المستحقة للمستثمرين، العام المقبل سينخفض مستوى الديون مقابل الناتج المحلي الإجمالي لأن اقتصاد البلد ينمو سنوياً والناتج المحلي الإجمالي يرتفع نسبياً. لضمان إمكانية تحمل الدين على الحكومات أن تقوم بتسديدها مستقبلاً وعلى اقتصادها أن ينمو، وعلى الدولة أن لا تقترض أكثر من احتياجاتها عندما يحدث هذا النمو. إذا تباطأ النمو دون ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، مستويات الديون تبدأ بالارتفاع. قلق المستثمرين حول عدم قدرة الحكومات على تنفيذ وعود الدفع يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة على السندات لتغطية مخاطر تقصير الحكومات. إذا كانت نسبة الديون مقابل الناتج المحلي الإجمالي عالية جداً والنمو قليل، لا يمكن تحمل الديون. الآن لنتصور أن ديون اليونان هي هذه البطيخة مقارنة بالاقتصادات الأوروبية الأخرى التي ستكون بقية الفاكهة. ديون اليونان كبيرة وتواصل الارتفاع لأنها تواصل اقتراض المال على الرغم من تباطؤ الاقتصاد. ارتفعت أسعار الفائدة وستواصل اقتراض المزيد من الأموال لتسديد الديون القديمة. العديد من الدول الأوروبية في ورطة مماثلة. ديون البرتغال تبدو كثمرة الأناناس مقابل البطيخ، لذلك كابينة توجهت إلى البرتغال. كيف تتمكن الحكومة من إقناع المستثمرين بأن ديونها محتملة؟ هذه الطريق خالية كالطرق السريعة الأخرى على امتداد 900 كيلومتر، حيث تم فرض الرسوم للحصول على أموال لتسديد الديون، حيث حصلت البرتغال على خطة إنقاذ انتهت في العام الماضي، لكن شركات النقل تواصل دفع الثمن. نتجنب الطريق السريع لأن الرسوم مرتفعة جدا. نسلك الطريق السريع لمسافة 15 كيلومترا ومن بعد الطريق الوطني لمسافة 40 كيلومترا، ثم نعود ونسلك الطريق السريع. شركة أنطونيو إيزيكيل من الشركات البرتغالية التي تواجه عواقب الإصلاحات والتكيف. قلل موظفيه من 55 موظفاً إلى 40 موظفاً بسبب تسديد رسوم العبور. التكلفة الإضافية أرغمته على الحد من عدد مركباته. في العام الماضي شركتنا دفع 30 ألف يورو كرسوم طريق. حاولنا إيجاد البدائل عندما نتمكن، وإذا كان علينا استخدام الطرق السريعة فقط ندفع 60 ألف يورو تقريباً، وهذا لا يطاق. سيركد 60 ميلير.
في العام 2011 الدين البرتغالي العام كان يمثل 111% من الناتج المحلي الإجمالي تقريبا، اليوم بلغ 130%، أي ضعف النسبة المحددة ب 60% من قبل الاتحاد الأوروبي لدين عام محتمل. مع ذلك وفقا للأرقام، رسوم الطرق السريعة لم تساعد على خفض ديون البلد. مع ذلك يعتقد المستثمرون أن جهودا كهذه تدل على عزم البرتغال على إدارة ديونها بشكل جيد. للكثير من الاقتصاديين كالأستاذ خوزيريس، الأمر بحاجة إلى إعادة النظر في قواعد اليورو. الاتحاد الاقتصادي والنقدي وضع الكثير من الأشياء المختلفة في سلة واحدة. البطاطس والفاصوليا الخضراء لها هياكل مختلفة جداً. إذا وضعناها معا قد تؤذي بعضها البعض، لكن يمكن أن نضع أشياء أخرى معا، مثلا البطاطس مع الطماطم. للقيام بهذا علينا حمايتها، يجب أن نضع كل شيء في المكان المناسب. وفقا لمعظم الاقتصاديين، انتعاش البرتغال وجعل ديونها محتملة بحاجة إلى إصلاحات هيكلية واضحة في التعليم والعمل والإنتاج الصناعي والاستثمار وإعادة توزيع المكاسب. معنا سوني كابور، مدير عام منظمة Think Tank Redefine، خبير اقتصادي وغالبا ما يتحدث في ندوات عن الاقتصاد الأوروبي. سوني، لنبدأ بمثال البرتغال واليونان، كيف وصلتا إلى هذا الحال وكيف يمكن تغيير الأشياء؟ أساساً إنها اقتصادات نامية عالقة في عالم متقدم. هذا يعني ولمواكبة بقية أوروبا كان عليها أن تعتمد على الأموال المقترضة، لكن عندما ضربت الأزمة الأمر كان كانحسار المد. فجأة رأينا من الذي يسبح عارياً. فجأة بدأنا نتساءل عن مدى سلامة اقتصادات البرتغال واليونان. هكذا ولد هذا النوع من الدوامة التي يمكن أن نراها عندما تسير شخصية من الرسوم المتحركة على حافة الهاوية وتتقدم دم فوق الفراغ، لا تسقط حالا، لكن حين تدرك أنه لا يوجد شيء تحت قدميها تبدأ بالسقوط. كيف تتحرك هذه الشخصية للنهوض مجددا؟ لا نستطيع القيام بأي شيء على المدى القصير. البرتغال مثلا بحاجة إلى تكثيف نظامها التعليمي، لكن هذا يستغرق وقتا طويلا. اليونان تملك قاعدة صناعية سليمة. المال القديم تقليديا من الحكومات يسمح بهذه الاستثمارات التي اختفت فجأة. لذلك نحن عالقون في هذا المأزق، حيث الإجابة على المدى القصير هي علينا أن نعيش في حدود إمكاناتنا، لكنه ليس جوابا لبلد، لأن هذا يعني أنه سيزداد فقرا. السؤال هو تحديد ما إذا كانوا بحاجة إلى الاقتراض أم لا، لكن كم وكيف ستستخدم الأموال في الواقع؟ الآن لنشاهد رحلة مونيكا بينا إلى لاتفيا، البلد الصغير الذي نجح في تغيير الأشياء. في العام 2008 اقتصاد لاتفيا بدأ يغوص، حيث ارتفع الدين العام وتراجع الناتج المحلي الإجمالي. بعد خطة إنقاذ لمدة 3 سنوات وتقشف، لاتفيا استعادت جمالها كشركة التجميل هذه. التركيز على الصادرات مع عدم نسيان سوقنا المحلية ساعدنا على الاحتفاظ بالشركة 10 سنوات منذ تأسيسها، وكذلك خلال الأزمة. التركيز على التصدير من قبل الشركات ساعد لاتفيا، فأصبحت من بين أسرع الاقتصادات نمواً في الاتحاد الأوروبي، وتمكنت من الانضمام إلى منطقة اليورو في العام 2014. الاقتصاديون يشيرون إلى حالة لاتفيا كمثال لصناع القرار في محاولة للتعامل مع الدول المتعثرة. ارتفعت الديون إلى نصف الناتج المحلي الإجمالي تقريبا في العام 2010، ثم تراجعت ببطء وقد تنخفض أكثر في العام المقبل. كيف تمكنت لاتفيا من المستحيل؟ كيف غيرت هذا الوضع؟ إنه مزيج من الإصلاحات في 3 مجالات، في القطاع الضريبي والمالي، وفي الكثير من الإصلاحات الهيكلية في العديد من المجالات كسوق العمل والتصدير. العام 2009 كان العام الأول لبرنامج خطة الإنقاذ. خفضنا الدين إلى 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي. الجانب الرئيسي لم يكن الإيرادات بل النفقات. ما
هل تمتلك لاتفيا إكسير النمو الذي يمكن تطبيقه على دول الاتحاد الأوروبي الأخرى؟ وفقاً لبعض المحللين، لا يمكن أن نجعل من هذا البلد الصغير مثالاً للحديث عن الاقتصادات الكبرى. سنتواصل مع سوني كابور. هل نستطيع أن نطبق مثال لاتفيا في أوروبا مع قلة حجم اقتصادها؟ كلا، ولعدة أسباب. الأول ما سبق وأن ذكرتيه، صغر حجم اقتصادها. السبب الثاني هو أن الجزء الكبير من ازدهارها حديث جدا. هذا يعني أن اقتصادها يقاوم. إنه لا يخشى خسارة ما حصل عليه في السنوات العشر الماضية أو تقريبا. هذا لا ينطبق على الاقتصادات الأوروبية الغربية مثل اليونان، حيث كان الازدهار على المدى الطويل وتوقعاتها أعلى. إذن يجب تغيير النظرة عن تحمل الديون. الاقتراض بحد ذاته ليس جيدا أو سيئا، كل شيء يعتمد على أين ستصرف الأموال. المفهوم المألوف حاليا هو وضع الاقتراضات غير المنتجة مقابل الاقتراضات المنتجة. هل من المعقول مثلا كفرد الاقتراض للذهاب إلى معهد ماساتشوستس للتقنية أو إلى جامعة هارفارد؟ الجواب في معظم الحالات هو نعم، سيكون هناك عائد إيجابي على الاستثمار. وكذلك بالنسبة لبلد، هل من المعقول الاقتراض للاستثمار في نظام التعليم الذي يساعد على تخريج العمال المنتجين؟ وهل من المعقول الاستثمار في البنية التحتية التي ستساعد على نهوض الاقتصاد؟ هذا يبدو غير بديهي، لكن في بعض الأحيان الاقتراض هو أفضل وسيلة لتخفيض الديون في المستقبل أو تحسين حالة تحمل الديون الخاصة بكم. كيف نستطيع قياس المخاطر؟ من خلال التخطيط للمستقبل، من خلال معرفة عدد المصادر التي يمكن أن نقترض منها إن كان لفترة طويلة. إنها ميزة كبيرة في المملكة المتحدة، الاقتراض للاستثمار في الديون المنتجة ووجود استراتيجية في حالة الطوارئ لأنها موجودة دائما. إن قمنا بهذا، هذه الخطة ستكون مفيدة للغاية في إدارة الأزمة والاضطرابات المحتملة في المستقبل. يمكننا تحسين كفاءة القطاع العام، يمكننا الاقتراض للاستثمار وتحسين إنتاجية التعليم حاليا. فوائد الاقتراض مخافضة جدا، وبإمكاننا زيادة إمكانات النمو. من بعيد إنه أفضل نهج، أما التركيز على سداد الاقتراض فإنه دليل على قصر النظر.